هذا ميزان وما يصير الغش بيه، حرام. تأكد من ميزانك. وليش تسميه غش؟ هاي شطارة، لعد شلون استفاد؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. يذكر مولانا الصادق عن طه أبي الزهراء، ينهى عن غش الناس في البيع وفي الشراء، يتمشى في الأسواق منه يعلو النداء، يوصي بالباعة دوما وينادي بالأرجاء. من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. رزق الحلال ورضا ربك عنك ماكو أحلى منه. من بات بقلبه غش لأخيه المسلم يوم، بات في سخط الله ويصاب بفقر دوم. لن يرضى عنه المولى، هذا أمر محتوم، إلا لو تاب وأصلح وعن التدليس يروم. من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. استغفر الله ربي وأتوب إليه. من اليوم بعد ما غش ورزق الحلال ما قحل منه. من غش يغش بماله، قول قاله أحمد، يروى عن أهل البيت هذا حديث مسند. فعلى البائع والتاجر ألا يتعدى الحد، كي لا يخرج عن دينه وبماله لا يسعد. من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا.